لما نيجي نوصل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية كهربية، سلك الكهرباء اللي بيوصل بين ده لده بيتقال عليه مثلا ايه 7 في 1، يعني 7 أطراف والسلك الواحد 1 ملي. طيب ال7 أطراف دول نوصلهم ازاي؟ النهاردة موضوعنا سلك الكهرباء ده، توصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة بسيط جدا وسهل، ومعلومة جميلة لو حد مثلا ايه ما يعرفهاش. لو انا عندي وحدة الاندور ووحدة الاوت دور يونيت، وعايز اوصل بيهم سلك الكهرباء او كابل الكهرباء اللي واصل بينهم، الكابل ده بيبقى 7 في 1، 7 يعني 7 اطراف، 1 يعني 1 ملي، يعني 7 اطراف في 1 ملي، ده اللي هو المنتشر. طيب الوحدة اللي انا بوصلها دي وحدة كونسبت 3 حصان. طيب 7 اطراف، ايه هم ال7 اطراف؟ وهل ينفع يبقوا 5 يتوصلوا؟ اه. طب اجيبها لك ازاي بقى؟ بص كده معايا، دي بوردة الاندور يونت، بوردة الوحدة الداخلية، 7 اطراف اوصلهم. بص ادي 1 2 3 4 5. طب فين السلكين التانيين؟ هقولهم لك دلوقتي فين. طيب نبص كده، اول حاجة الوحدة البوردة او الدور يونت بتتوصل ب 220 او 380 على حسب الجهاز، تمام. طيب نبص كده مع بعض، ايه بقى الاطراف دي كلها؟ دي اتغذت بالتيار. طيب انا عايز تيار اغذي بيه الكارتة بتاعت الاندوريون، يبقى اول طرف ايه؟ لما بيوصل ال 220 وصل لي الكهرباء هنا، بعد كده تبدأ بقى الوحدة الداخلية هي اللي تقول هي عايزة تعمل ايه. طيب نيجي نشوف بقى كده، اول فردة تطلع منها اللي هي الفردة رقم 3 راحة على باور الفان، الفان يونت، تمام. ادي اول طرف او تالت طرف رايح علشان يشغل مروحة الوحدة الخارجية. طيب الرابع رايح لباور كويل الكمبريسور، كويل الكونتاكتور الكمبريسور اللي هو بلقط بيه الكمبريسور او الكويل. خلي بالك الكمبريسور بياخد كهرباء دايركت 220 او 380 على حسب، ولكن الكهرباء اللي جايه هنا كهرباء الكنترول راح على باور او كويل الكونتاكتور، تمام. طيب الطرف الخامس ده رايح لباور البلف العكس، لو انا عايز اشغل بقى الوحده بدل تبريد اشغلها تدفئه، يبقى اوصل الطرف ده، يبقى انا كده شغلت البلف العاكس، يبقى انا كده قلبت الوحده من تبريد لتدفئه، تمام. نيجي بقى لاخر طرفين، ده ايه؟ ده رايح لسنسور درجه حراره موجود في الوحده الخارجيه. طب امتى ده بستخدم الطرفين دول؟ لو انا عندي المسافه بين الوحدتين دول مثلا في رينج 3 متر، في سلك جاي هو معايا اوصله، ده 3 متر، يبقى انا هلغي الاثنين دول، تمام. ده بشوف بقى الطرفين بتوع ده بيتوصل بالوحده الخارجيه وده بيتوصل ببورده الوحده الداخليه. طب فين؟ بص ده بيتوصل هنا اهو في الطرف الازرق ده، تمام. طب لو المسافه بين دي ودي اكتر من 3 متر، 5 10 12، ايه اللي بيحصل؟ بلغي ده بقى خالص كده وبشتغل على السلكتين او الطرفين اللي موجودين فين؟ في الكيبل ده، تمام. بقوم موصل، بعمل ايه؟ بقوم واخد بقى الطرف الازرق ده قاطع السلك بتاعه وموصل بالطرفين دول، واروح نفس الكلام الطرفين دول بقى اللي رايحين على الوحده الخارجيه، الاقي برضو البورده فيها الطرف ازرق زي ده، تمام. اقوم قاطعه وموصل في الطرفين دول، يبقى انا كده وصلت سنسور درجه حراره الوحده الخارجيه، سنسور بتاع الايه؟ كوندنسر، تمام. طيب ايه بقى المونيتور ديت؟ ديت الشاشه اللي بقدر اتحكم فيها زي العدسه او الريموت اللي هو الريسيفر، تمام، اللي هو بيتحكم بقى ايه في الوحده نفسها، اعلى درجه الحراره، اخفض درجه الحراره، افتح اشغل المروحه، اقفل المروحه، هكذا، تمام. هو اتحكم في درجه الحراره، مونيتور ليه؟ طب بيتوصل فين الكابل؟ الكابل بتاعها اهو، الطرف الابيض ده بيتوصل هنا، بفتح دي وبقوم موصل الطرف ده، والطرف اللي هو الريد اللي هو الاحمر ده بوصله في البورده في المكان ده، تمام. يبقى انا كده وصلت الايه؟ المونيتور. كانت حلقه بسيطه وصغيره لكيبل الكهرباء اللي واصل بين الاندور يونت والاوت دور يونت. معلومه سريعه، اشكركم جدا، اشوفكم ان شاء الله في حاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.